صديقي الإنسان، إزيك؟ عامل إيه؟ وأخبارك إيه مع الحياة؟ أتمنى يا رب تكون بخير. إن شاء الله النهاردة هيكون معانا تحالف أسطوري بمعنى الكلمة، تحالف كلكم طلبتوا إنه يكون معانا في أساطير الأسود، تحالف الأسود آباء المابوغو، الزمرة الأخطر والأشرس والأعنف في تاريخ كل الأسود. كلنا بنحب المابوغو وعارفين مدى قوتهم وعنفهم كان واصل لحد فين، بس عاوزين بقى نعرف ابائهم اللي كانوا شايلين جيناتهم، لانهم اكيد اسود عنيفه وقويه زي ابائهم او ممكن اقوى منهم كمان، وهنعيش معاهم حياتهم من سنه 1990 لسنه 2004. يلا بينا من غير كلام كتير ندخل في الدهاليز على طول ونتعرف على تحالف ذكور ويست ستريت ميلز اباء المابوغو. بس زي ما احنا متعودين، صديق الانسان، قبل الكلام وجب السلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فيديو جديد من سلسلة أساطير الأسود. تحالف ذكور ويست ستريت ميلز، التحالف اللي كان بيتكون من 5 ذكور في سابساند. التحالف ده معروف كويس جدا لناس كتير من محبين حياة الأسود، وده لأنهم آباء المابوغو. لكن الآباء كانوا تحالف ناجح مستقل بذاته، يمكن أكتر من أبنائهم. وحلقة النهاردة فيها كل قصتهم وتفاصيل كتير وكتير وكتير عنهم. يوم 15/6 سنة 1990 اتولد الـ5 أجبال الذكور في مكان ما في حديقة كروجر، واللي بعد كده هيتعرفوا باسم تحالف ذكور ويست ستريت ميلز. بالمناسبة كده صديق الإنسان، حاجة على جنب، الأجبال دول أكبر مني بشهر واحد بس، يعني مولودين معايا في نفس اليوم والسنة كمان. ودلوقتي يلا بينا نتعرف على أعضاء التحالف الـ5. رقم 1، الأسد ماكسينيور أو ماكسين زي ما كانوا بيدلعوه، وده بيتقال عنه إنه كان الذكر الأكبر والأضخم والمسيطر، وحاجة كده شبه دريدي لوكس الدبابة. رقم 2، الأسد بروكن نوز، واللي اتسمى بالاسم ده لأن مناخيره كان شكلها مكسور. رقم 3، الأسد بلوندي، واللي اتسمى بالاسم ده لأنه كان أسد أشقر. رقم 4، الأسد سكار اي اي بيرو، والأسد ده اتسمى بالاسم ده لأنه كان عنده جرح على الحاجب. رقم 5 والأخير، سكار نوز، واللي اتسمى بالاسم ده لأنه كان عنده ندبة على مناخيره. وهم دول كانوا أعضاء تحالف ذكور ويست ستريت ميلز الـ5 آباء المابوغوز. يوم 3/11 سنة 1992 حصلت اللحظة المهمة اللي هترسم مستقبل التحالف ده، لأن في اليوم ده اتشال السياج أو السلك اللي كان بيفصل بين حديقة كوراجر ناشونال وبين سابيساند، ولما السور يختفي ده هيسمح بحرية حركة أكبر في الحياة البرية بين المنطقتين اللي كانوا مقسومين. يعني ببساطة كده الذكور المتشردين ورحالة في كوراجر كانوا هيبقوا قادرين يسافروا مسافات أكبر بكتير، والعكس عشان يبعدوا عن قطيع الإناث اللي اتولدوا فيه ويروحوا لسابيساند. كمان ده هيعود عليهم بفايدة أكبر، هو إنهم يقدروا ينشروا جيناتهم جوه إناث وأشبال كتير في منطقة أكبر وأكبر. وفعلا ده حصل، وبعدها بسنتين وتحديدا يوم 8/6 سنة 1994 كان الـ5 شباب وصلوا لسن 4 سنين واتطردوا من أبائهم، ودلوقتي بدأوا مرحلة التشرد والترحال. لكن الـ5 إخوات كانوا مترابطين وكانوا قوة فتاكة بمعنى الكلمة. وفي اليوم ده قرروا انهم يدخلوا في قلب سابيساند عشان يستولوا على منطقة خاصة بيهم. واول ما دخلوا لسابيساند بيتقابلوا مع تحالف سبليت روك ميلز القوي، واللي سبق وعملنا عنهم حلقة ان شاء الله هتلاقوها في وصف الفيديو. المهم انهم مع اول اختبار حقيقي نجحوا فيه وبمنتهى السهولة كمان، وسبليت روك ميلز ما خدوش ثانية في ايد ويست ستريت وهربوا منهم بسرعة. وفي الوقت ده بينجح الـ5 ذكور الشباب انهم يستولوا على اول قطيع اناث خاص بيهم، الا وهو قطيع اناث اوتاوا برايد المشهور جدا، وده طبعا بعد ما طردوا سبليت روك ميلز من المنطقه. والـ5 استقروا في القطيع 2 سنين وتزوجوا وخلفوا اشبال كتير منهم. لكن زي ما عمل الابناء عمل الاباء، والـ5 ذكور كانوا زهقوا وحسوا بالملل. عشان كده يوم 4/1 سنة 1996 بيقرروا انهم يطيحوا في كل المحمية ويدبوا فيها بمخالبهم وانيابهم. ونجحوا وقدروا انهم يستولوا على قطيع اناث مانجوي برايد وتشارلستون برايد وبنتميل برايد وغيرهم. وطردوا سبليت روك ميلز تاني وكانوا هيقتلوا واحد منهم، وشردوا التحالف المشهور جدا تحالف رولال كاستر ميلز. وما اكتفوش بكده كمان، دول قتلوا من الضباع اعداد مهوله، ومن الفهود والنمور المؤقته كتير ما تعد الصديق الانسان، وكانهم اعلنوا الحرب على الكل.
وفي آراء بتقول إنهم قتلوا أكتر من 377 أسد في فترة حكمهم، وده رقم كبير جدا، لكن الأسود وقتها كانت كتيرة. لكن بسبب نقص المعلومات وقتها برضو كان صعب نتأكد من الرقم إذا كان زيادة أو أقل. لكن الحقيقة الوحيدة المؤكدة إنهم في الوقت ده كانوا سيطروا بقوتهم على كل شبر في سابيسند، وتحالف ويست ستريت ميلز بقى هو التحالف المسيطر والمهيمن على كل قطعان الإناث وكل الأراضي. ومع ذلك كانوا لسه بيتوسعوا أكتر وأكتر، ودخلوا لحد ما وصلوا لحدود كروجر كمان. يوم 9/5 سنة 1998 كان الخمس رجالة دول كبروا ووصلوا العمر 8 سنين في البرية وفي الحكم، ودخلوا لمنطقة سبارتا برايد وقتلوا الأسدين المسيطرين على القطيع وقتها، الأسد بلاك مين والأسد جولدن مين، واللي كانوا معروفين وقتها باسم تحالف مانيلتي. وسيطروا كمان على قطيع إناث أيرفيلد برايد، وفي النص الثاني من السنة بيتشكل قطيع إناث صلالة برايد المشهور حاليا وقطيع إناث مارسلي برايد. الاثنين دول اتشكلوا بعد ما انفصلت لبؤات من قطيع مانجيني وقطيع تشارلستون عن بعض. وبرضو ويست ستريت في نفس الوقت كانوا ضموا صلالة برايد ومارسلي برايد لقطعان إناثهم الكتيرة. وسنة 1990 كمان كانت سنة حلوة للخمس ذكور بصفة عامة، لان في نفس السنة كانت ولد ليهم لبؤة لامعة واصلية اسمها بيبي، ابنة ويست ستريت ميلز الاسطوريين، اللي بعد كده هتبقى هي كمان اسطورة في حد ذاتها، اسطورة بنت اساطير. ودي برضو نفس السنة اللي اتولد فيها الاسد اللي كلنا بنحبه العراب ماكولو. ماكولو الاسطورة هو كمان اللي اتولد في قطيع اناس مانجوي برايد، الشبل اللي كان مقدر ليه العظمة والشهرة من وقت ما اتولد، واللي هيبقى ليه دور مهم وحاسم في مستقبل أبائه وكمان إخواته بعد كده. يوم 15/6 سنة 2000 كان تحالف ويست ستريت ميلز وصلوا العمر 10 سنين، وده سن كبير جدا في البرية زي ما احنا عارفين. عشان كده قرروا وقتها انهم يهدوا على نفسهم شوية ويستقروا مع قطيع إناث سبارتا برايد، وما بقوش عاوزين يتوسعوا تاني، اصل صديق الانسان هيتوسعوا اكتر من كده ايه؟ دول خلاص كانوا قضوا على الاخضر واليابس. ويست ستريت في الوقت ده ما كانوش بيخلفوا اسود اسطورية زي بيبي وماكولو، وكانت كل خلفتهم مجرد اشبال عادية. اشبال اول ما بتوصل لسن البلوغ بيطردوهم عشان يبدأوا مرحلة التشرد والرحالة، لكن كل ده انتهى تماما بحلول سنة 2001، لان دي السنة اللي خلفوا فيها اشبال كتير من قطيع اناث سبارتا برايد، واللي كان من ضمنهم اشهر خمس اشبال في تاريخ الاسود، اشبال المابوغو الخمسة. لكن زي ما انت عارف صديق الانسان ان الدنيا لو ضحكت لك مرة ده مش معناه انها فرحانة بيك، بالعكس ده ممكن تكون قاعدة بتضحك عليك. عشان كده في نفس السنة بيظهر للتحالف العجوز وقتها تحالف شباب بيتكون من 8 ذكور اسمه تحالف ملواسي. التحالف ده كان هو المسيطر على قطيع إناث ستيكس برايد وقتها، ودي حاجة ما كانتش عاجبة سكار نوز وسكار اي برو، كانوا غضبانين جدا واتخانقوا مع تحالف ملواسي كتير، والصدمة ان اسدين ويست ستريت ما ظهروش تاني من وقتها. يوم 2/1 سنة 2002 كان اخر 3 ذكور فاضلين من تحالف ويست ستريت قاعدين ومستقرين لسه مع سبارتا برايد، وكانوا بيعملوا دوريات حراسة باستمرار لارضهم اكتر من اي وقت عدى وفات، وده عشان يحموا نفسهم اولا مع بعض، وكمان عشان يحموا اشبالهم اللي موجودين في القطيع. ولان كل حاجة عمرها قصير زي ما قال الفنان حمادة هلال، المصايب عندهم ما بتقفش لحد هنا، وبيحصل للتحالف انتكاسة ومصيبة قوية. يوم 5/2 سنة 2003 بيموت الأسد بلوندي بعد معاناة كبيرة وصراع كبير مع مرض السل البقري. عشان في الوقت ده ما يبقاش فاضل غير الأسدين بروكن نوز وماك سينيور اللي فضلوا مع بعض وفي ظهر بعض دايما، وبيسمحوا للابن الأكبر الشاب ماكولو انه ينضم ليهم ويساعدهم في حماية الإناث وفي حماية إخواته الأشبال كمان. وماكولو فعلا ما كدبش خبر وكان قد ثقة أبائه فيه، ولعب دور مهم في مساعدة أبائه زي ما احنا عارفين، وانهم يعيشوا لأكتر وقت، وكان بيدافع عن المنطقة مع ويست ستريت، وده منح المبوغ والأشبال وقت أكبر انهم ينموا بسرعة وبشكل طبيعي. وكمان ماكولو زي ما احنا عارفين ساعدهم في مرحلة الرحالة عشان يصعدوا لعرشهم على كل الحيوانات البرية وقتها. المهم ان في بداية سنة 2004 كان ماكسين وبروكن نوز وصلوا لعمر 14 سنة في أدغال جنوب أفريقيا، وهنا بقى بدأت أعراض الشيخوخة تظهر عليهم هي ومراحل تقدم العمر، وحالتهم اتدهورت جدا وبشكل كبير، وما بقاش فاضل عندهم أي حاجة يقدموها تاني خلاص،
وماكسين كان هو أول أسد يموت من الأسدين وساب أخوه بروك النوز لوحده. لكن بروك النوز ما قعدش كتير لأنه على طول هو كمان وبعد أسبوعين من موت القائد بيموت عشان يحصله ويلحق بيه، عشان بموته هو كمان تكون هي دي نهاية تحالف ذكور ويست ستريت الخمسة الأسطوري، الخمس ذكور الإخوات اللي سيطروا بالطول والعرض على كل شبر في سابي ساند وحكموها بمخالب من حديد. لكن التحالف ده ما انتهاش بالمعنى الحرفي للكلمة، لأنه ساب ورث كبير منه موجود في الجينات اللي أبنائه كانوا شايلينها منه، وفعلا تحالف المبوغ المستقبلي هيكمل على نفس خطى الآباء ويست ستريت ميلز. وبكده يكون خلص فيديو النهاردة من سلسلة أساطير الأسود. صديق الإنسان، من وجهة نظرك مين التحالف الأقوى، ويست ستريت الأباء ولا المبوغ الأبناء؟ مع العلم إن المبوغ كان متسلط عليهم الضوء أكتر من أبائهم بسبب التطور التكنولوجي اللي حصل والاهتمام كمان بحياة الأسود أكتر، فمن وجهة نظرك مين فيهم الأقوى؟ اكتبوا لنا في التعليقات، وإن شاء الله استنونا في حلقات جاية أقوى وأمتع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.